بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخرين تمرينات بس سريعة، صفحي صبنا ودسر. بيّن كيف جاء الكلام على أسلوب الحكيم في الأمثلة الآتية. يعني وبكك كلام لسر أسلوب الحكيم كنا في مثالنا. ولقد أتيت لصاحبي وسألته في قرض دينار لأمر كان، فأجابني والله داري ما حوت عينا، فقلت له ولا إنسانا. الله من شو ملاي رفيقك مداوي قرض دينارك مليك لبر خاطري كارك كف يشاتو. أو جوابي داما والله دا خانوي من شاملي يق عيني جنيا. هذا لا عين بمعنى زير بكار أبردية، بمعنى تاج بكار أبردية. أو منظوري تيبو يعني زير إلينيا وانيا بلام أم بردي برو لاي تاوكا كتي دي تاونيا فزاقلوايا حتمنا مكي تاوش تانيا ولا إنسانا. تاونيا فزاقلوايا مردو مكي تاوش تانيا. أو منظوري تاونا بو منظوري أوبوكا زير تانيا يعني لاي دا ديو أسلوب الحكيمة. ده سيوه يعني بولا جام خرج كوتيا دي ما لقيت درم بولا جام جرا منظوري يعني لو لا يعني فاض ماشي يعني وانيه مثلا مشي او منظوري العين تيبو ذهبو منظوري زيرو في ك خاني من اصلا زيره ثانيه اميش منظوري اوي حالي بو بلام خوي لادا لو منظوره خوي والي كركا من با عيني تاو حالي دا مالي تو تاوي تانيا فذا قالوا انسان شي تانيا انسان كمان بمعنى معناه كيتيا مردمك تاو فذا قالوا اول شي تانيا يعني هو كدرست تاوي تانيا فذا مردمك شي تانيا. قيل للشيخ هرمة ها ايوه مشاك ما قد ذلك كمان انسان بمعنى تيا مردمك تاو عين دو معنى هي يك ينظر يك شان نعم نعم كابرا علي والله مالي من زي يك هنا حد زيره كي تدانيه انت دينارك في بدم زيره كي تدانيه مش خوي جلك على وي كو منظور وي زيره تدانيه وخو واخو وانا مذكر كمان وحالي بم كتولي تاوي كي تدانيه هذا يقول ما ادري مرجمه كي تاوي تدانيه اه انا قلت اخوتي. قيل للشيخ هرمة ففي اي كي بيدي عن كنت كم سنك كم سنك؟ سن صالة سنة يعني حري كان دبي. فقال إني أنعم بالعافية أمن شكر عافيتهم هيا يعني نعم الدارم بعافية جابي ندا يعني شو برولة قيل لرجل بفئك أن كنت من غنى دولة من دي سيا. فقال الجود أن تجود بالموجود بخشش هويكتو بخشش كيبا موجودة ويكهتا يعني دولة من دي وعلنية جود بخشش رواية كبيت هنا حتى كتابيت هنا رواية كابرة حتى كينية مثلا بحال قبلها خد دانا فرمايتي أو غنانية ولم جودة وانيا يعني غناء هزنية جود مهمة يعني دل دولة من دوانيا أو خوي خذ بولا يعني. سئل غريب عن دينه ويعتقاده غريب يكسو علي ذكر لبالي دينه ويعتقاده فقال أحب للناس ما أحب لنفسي هم بو خلقي وم في خوش وابو خوش في خوش يعني هوي ها يعني هو يكل لو لايدا كمثلا ديني تيا اعتقادي تيا لأن جواب يوصل عليه دقيق نداوة يعني شو برا ولاي شتي ديكا كأي شتكي إسلا وكو أو أبوه صاع إلى كسو عليه كله بكذا كأو جواب بداوة بريانته خوي لا داوة لوا ما أصلاً من الإسلام تعرفون مش أصلاً من أول مسلمان مش يدرك هذا هو أسلوبي حكيم. قيل لتاجر عليكم السلام ورحمة الله بتاجر كان كود كم رأس مالك؟ كم رأس المال تسنده؟ فقال إني أمين وثقة الناس بي عظيمة. أمن فيك أمان الدار مو إثمناني خلكيش بمن زور جوريا يعني إثمناني يمتمها يعني هو بلولا يكروش تو. بس تمسكها. ألي وكوا يبل رأس المال مهمية أو وق رأس المال سماية ويا أبو من أو اعتبار السرمايا ثانية أو جواب إجذية توقع مثلاً لا يخشمان يا لواني سرج هروها وكوا يبل أو مهمية أبو من أو مهمة كمثلاً من أم في خوش أبو خل أو يبو خم في مخوش أبو خل كيسم خوشة أو مهمة دنا مثلاً اعتقادي من مثلاً بعتقاد مثلاً أو فرقية بيا أو فرقية بيا أو مهمة كمان بو
خالتين في خوش ويا أبو خم في خوش يا واني سريت الوا يعني كنت مصلو في حكيم ويك لجواب أصلك لا دا ولا يشتكى هنا أو كسي مسؤولك جواب سؤالك إليك دا وبي مهم ترى ويبقى مسائل حاليك أو واتولي برسيد والمهم نيا أما يا مهمة سنة لبيرك أفرسيد سنة سنة يلا ومهم نيا ومهمة كألا شكر سري حالم طوائي. قال الحجاج للمهلب عليه أنا أطول أم أنت؟ فحجاج هو كأعواو ويسلاف بحيبته بمهلب عليه أتو دريش تريا من؟ فقال أريد معناه لي كي لي ذاته وكويك اللي دريش تريكا سن طول دو معناه هي معناه مثلا فضل كرمي شي هي قال أنت أطول تو أطولي وأنا أبسط قامة بلا من قامة لتوفى في ترى يعني ويك دريش تريكا يعني تو بخشان دتري أطول دو معناها يكي من معناه دريج يكي من معناه دزبلا وفضل الكرم سويلة يعني ويك أو مهم ترى سويلة أحد العمال ما ادخرت من المال لدنك لك بإسلامانيك عمال بون كبسن كاروشتان أكد فرسيان يعني كل كسنة كالزخيرة كالمال فقال لا شيء يعادل الصحة ليش تبك سلامتين يعني كمال مهم يا سلامتي مهمة ولو سعادتك الآن سلامتي مش كل هيك صار يا ما ما نفدي أمالك أنت تاجي بخوار دبيك هو تاني الله يخفم سالم كل سالم يا ما أجمدي يعني سياري دخل سيدي ابن أناس على المأمون سيدي كري أناس شو لا أناس زي مأمون فقال له المأمون فيقول أنت السيد تو سيدي فقال أنت السيد وأنا ابن أناس أتو السيدي يعني او السيدة او معمول منظور يو بتونيو السيدة بلام او ببالي كاخوين كرد كمثلا او مهمة كتو السيدة يعني او اصلي السيد توي هني او من السيدة درام من كوريا انا ها نا نا يريد او التواضعي نشان دار طلبت منه درهما يوما فاظهر العجب وقال ذا من فضة يصنع لا من الذهب الله داوي درهمكم ليكر روجيكيان فاز إظهار تعجبك وكثي أما خوب لزير دروس أبيت نلزيو يعني أمن دعوي أوام ليكرت مثلا بمدى درهمك من بداتين أو تشوى بحثي أويكا بيس لا درهم شتيكك لزير دروس أبيت ولزير دروس نابي أخبابا شكرم بولا أخوة هم ما نظاين يعني خوي جيرك يعني تشوى فارك. وقال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون سؤال اللي كان كثيب بخش نوام في اوي كتي ببخشنو مهم نيا الله تعالى فرمي حتى ببخشنو ببخشنو طالما هو مهم بكي ببخشنو قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني او مهم كبكي ببخشنو بعدي كباو بنزيكان خزمان يتيمان والمساكين وابن السبيل تقريبا تلميحا يعني طالما لا اصل جواب كذا اوي يعني كبكي بدري لما توجه خالد بن الوليد وقتها خالد بن الوليد شوبه لفتح الحيرتين أتى إليه من قبل أهلها رجل ذو تجربة شاكز صاحب تجربة هات فقال له خالد بيكود فيما أنت لتي داي فقال في ثيابي الذي باتك زوالي رحمتي فقال على ما أنت لفرتيت أي منظور يوبك لتيداي منظور يوبك وضع السونة يعني وضع مالي وانا على ما أنت يعني خريكي تيوانيا فلا ما والله لفر عرضم فأذاب على الأرض وكلا مثلا الله في لك كوتين إن شاء الله بسيدة لأن الله بزح فقال كم سنك سن صالة سنة قال 32 ودرت الندم فقال أسألك عن سيدو ما بدر شو ندبوا يجيبوا تيبلن بس أنا تاني وكو يا أولاد بلد من بعافية هنا من بلام جوابك سريع نبوا ولي وأنا سريع جوابك سريع يجيبوا بلام لا دام بلا جاي خالد كتي أسألك عن شيء وتجيبني بغيري تجيبني بغيري من سؤال بشتري لك من بشتري لك جواب مديه فقال إنما أجبت عما سألت من بويك سؤال كجواب مدايو يعني تاوي ما وصلت أي شيء نحن من الماء لان فرسين كتان بشوه لان فبدو كتان لآبين يعني هو
والله خلق كل شيء من ماء. نعم الآمين. هو يجين ب مثلا أول حالي بوكا لتلف بحر واتن. ولما نعى الناعي سألناه خشية وللعين خوف البين تسكاب أنصار. أجاب قضى. عليه وقتاك الناعي ناعي وكسيك خبري مرجي كسيك دا. وقتاك نعي كرت يعني خبري مرجي كأوي دا. سؤال ما نليك إلا الترسى بالترسى. يعني سؤال ما نليك إلا كشي يعني كي لهاتوا. لحالك شاو ترسكي بيني بو بس لا أشكري بو و باراني أرجان يعني ويكا أقريان أجاب قضى أو كتي قضى منظوري أبو كمر وانيا بلام إيما بقضايكي كمان يعني بجيان قلنا قضى حاجة العلا هو احتياجي قوري بس لا حسين كردون بجيان دو. فقال مضى في الرويش قلنا بكل فخار هل تشتهى هل تباشي وفخر وفواني لقل قوي بردي يعني ويكا رويش بفخروا منزول نرويش بروي ببريا يعني منزول ايما تفاول من بملايري هذا بلكم وانا ذا هل وايا إذا سئلت الأسئلة الآتية وأردت أن تتبع أسلوب الحكيم فكيف تجيب أقر أمس على أنا اللي بكري وبتري بأسلوب الحكيم جواب ديتي والله يشي ما دخل أبيك دغلو خرد يعني هويك بيطلع درامة لا لتي مثلا درامة كينك تابو يدخلي في هنا وا يعني دخالتي باوكي جتاني بيني وباشا يعني كاري باوكت مثلا هرشتك اتاني مثلا اللي رداو منظوري هو الشغل يا باشا توجد اتاني اشتري كبلي مثلا بلي جاب ليتو ها مثلا بمندال جاب ليتو يعني اتاني جاب ليتو بلي باوكم اسلا لا هو شغلك كتوي مثلا بلاين باوكم بالعكس هاي 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 نهار وشام أخوة مثلا تشتي كي جواب ديتو فانيا ناي مثلا أتواني بلاي مثلا يكا أبي يأكل الحلال ثانية وبلاي أو مهمك حلال أخوات يعني شو بلو جوابي ديتو والله شغلك إيش يتوز بلاي أو مهمك حلال أخوة فانيا هو جوابي كي جواب أين منزلك ها مكان. نعم مثلا بلا منزلي دار الفنائي مثلا وانيا تو او ليتا برتي مثلا مالك الا شويه وانيا مالك اه اول ثاني وليك مثلا مالك الا شويه انا قاضي الثاني فتن شو جوابي ليتا مثلا بلا مالي من دار الفنايا وانيا هي للدنيا او مهم حتى الان لا تعني بلاي مثلا ازواج انك دو مثلا منزل اكثر ما واحد ما ثمن هذه الحلة قيمتي او حليتي فندي فجأة تعني بلاي هو اللطيف هي اللطيف وانيا تعني بلاي ناس كوانيا او اشتجي كي جوابي كي كم سنة قضيت في التعليم الثانوي كم سنة قضيت في التعليم الثانوي كم صار لك تبي الاسطنبول؟ لا جابي كبدوا مثلا بلا انا مثلا نجحت برتبة عالية عشان اول مهمة كبرتبتك عالياتهم فهل صار بده يصور الدراني؟ ما فرقك؟ لك شو فرقك؟ انا اللي رانا دبوت وين؟ دبوت وين؟ فشطالي وشطالي دبوت كون مثالين من إنشائك تجري فيهما على أسلوب الحكيم. دول أنا مثال أخذ بي أنا كأسلوب حكيم كذلك. فعلوا جواب. قال لي أحد ما لباسك قلت لست متزوجا. هو ايش ده؟
هويك they do. مثلا بلاي سألوني كم تحدثت معه، فأجبت أن كنا بالعافية منذ كنا معا، يعني حتى نفيك وبين بعافية وبين هو مهم، يعني بأخوشي بذرع المعنى يعني مهم يكتن أقسمك. ثاني أول، اشرح البيتين الآتيين وبين النوع البديعي الذي فيهما، أو نوع بديعي كبرى كتيت. جاءني ابني يوما وكنت أراه لي ريحانة ومصدر أنس. هل أكبر كم رجلك هات من أوم بالريحاني خو مزاني أوم بالريحاني بأخوشي خو مزاني مصدر أنس وقلفتي خو مزاني. قال ما الروح؟ لمن سؤالك الروح يا بابا؟ قلت إنك روح فروحي مني. قال من النفس؟ أرين باب النفس يا، قلت إنك النفس جاني مني. ها وش ديك مني؟ يعني هو بشريك الجودة ها؟ هو سلوبي حكيم يجي معنا شنا سر معاني؟ أما أنا بتهاي تواك إنجا سنك إن معاني شي كده يعني أنا ما معاني كمان نخيم جوا إنت في فولكين زين اگه نبو بیت بیت اخینی شاز دونیو ایجنیو بیبا سان قینا کسوین اخین بلام ولكن هذا هو المكان